أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي، أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. نحييكم أيها الأخوة الأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة مفاتيح الخير وسنركز على صناعة الأمل، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. صناعة الخير أيها الأحبة من خلال الأمل لا تأتي بالصدفة، فلكي نصنع الخير من خلال الأمل في أمتنا نحتاج إلى النقاء. فنحن حينما نكون نعطي الناس الأمل ونكون أنقياء من الداخل، يمنحنا الله نورا من حيث لا نعلم، فيحبنا الله ثم يحبنا الناس من حيث لا نعلم. فمع صناعة الأمل تأتينا مطالبنا من حيث لا نعلم، فصاحب النية الطيبة هو من يتمنى الخير للجميع وبدون استثناء، فهو يعلم أن سعادة الآخرين لن تأتي من سعادته شيئا، وإن غناهم لن ينقص رزقه، وإن صحته لن تزيد مرضه. فقط كن صاحب أمل ونية طيبة ونقية، وسترى العالم يتغير من حولك. لو نظرنا في أي مطعم أيها الأحبة، فإن لن نجد طاولة في مطعم بكرسي واحد، لأن الحياة لا تعاش بدون مشاركة. فيا صاحب الأمل الجميل، اعمل الخير بصوت هادئ، فغدا يتحدث عملك عنك بصوت عال ويقول: لا خير في اليأس، كل الخير في الأمل، أصل الشجاعة والإقدام في الرجل، أعلل النفس بالآمال، أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. كن يدا بالخير تمتد
وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح لقد عرف عن العلماء الذين أبدعوا وغيروا في العالم أنهم صنعوا التعايش من خلال الأمل، لأنهم يعرفون أنه الوسيلة الأرقى للإنسانية ولتميز العطاء في الحياة. فها هي العالمة ماري كوري التي عاشت ما بين العام 1867 والعام 1934، أصبحت من أشهر علماء الفيزياء والكيمياء في العالم. فقد اكتشفت مع زوجها بيير كوري في العام 1898 عنصري البولونيوم والراديوم. فقد حددت كوري أن الأمل المرتبط بالتعايش لا بد منه لكي يزيد من رحلة العطاء ومفاتيح الخير في رحلة الحياة. ولكن ماري كوري تحذر أن هذا الطريق بالرغم من أنه الطريق الوحيد إلى التقدم إنه طريق ليس سريع وليس سهلا. فالأمل المرتبط بالتعايش يجعلنا لا نخاف مما نجهله، فلا يوجد مع الأمل والتعايش ما يخيفنا على الإطلاق، لأننا نفهم الحياة بكل ألوانها. فترى العالمة ماري كوري أنه الأمل المرتبط بالتعايش الذي يقوم على العلم بالضرورة وعلى العلم الذي يتم للبشرية ما يرتقي بها في رحلة الحياة. فالعلم والتعايش لا يقومان أبدا ما تم إنجازه البشرية، وإنما على ما لم يتم إنجازه بعد البشرية. فتقول كوري إن من صفات الأمل المرتبط بالعلم والتعايش إنه يجعلك أقل فضولا بالناس وأكثر فضولا بالأفكار، بينما الطائفية التي تقتل الخير والأمل فينا فإنها تنشئ علماء سوداويون يطاردون الأخطاء بدلا من إثبات الحقيقة. فترى العالم كوري إنه لكي تكون لدينا أمم ودول ذات تنافسية وعلم راسخ يجب أن نكون مهتمين بالأفكار لا بالأشياء ولا بالأشخاص. فالمشاهدة والتأمل في الطبيعة والتأمل في كيف نتعايش تجعل عالمنا يلهم بعضه بعض. ولذا فإن العالم كوري ترى أن البشرية تكتسب الخير بدلا من الشر من خلال العطاء والاكتشافات الجديدة والتجدد في رحلة الحياة من خلال صناعة الأمل. قصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة تروي عن سيدنا عمر بن الخطاب الذي هو كان مثل في صناعة الأمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما زال. ففي إحدى الليالي كان رضي الله عنه يدور حول المدينة يتفقد أحوال الرعية، فرأى خيمة لم يرها من قبل، فأقبل نحوها متسائلا ما خبرها، فسمع أنينا يصدر من الخيمة فازداد همه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نادى فخرج منها رجل فقال من أنت؟ فقال أنا رجل من إحدى القرى من البادية وقد أصابتنا الحاجة، فجئت أنا وأهلي نطلب رفد عمر، فقد علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرعية. فقال عمر وما هذا الأنين؟ وهو لا يدري، هذا الرجل لا يدري أن هذا سيدنا عمر. قال هذه زوجتي تتوجع من ألم الولادة. فقال وهل عندكم من يتولى رعايتها وتوليدها؟ قال لا، فنحن اثنان فقط، أنا وهي فقط. فقال عمر وهل عندك نفقة لإطعامها؟ قال لا. فقال سيدنا عمر انتظر، أنا سآتي لك بالنفقة ومن يولدها. وذهب رضي الله عنه إلى بيته مسرعا، وكانت فيه زوجته سيدتنا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنادى يا ابنة الأكرمين هل لك في خير ساقه الله إليك؟ فقالت وما ذاك؟ قال سيدنا عمر هنالك مسكينة فقيرة تتألم من الولادة في طرف المدينة. فقالت هل تريد أن أتولى ذلك بنفسي؟ فقال لها نعم قومي يا ابنة الأكرمين
وعدي ما تحتاجه المرأة للولادة. وقام هو رضوان الله عليه بأخذ الطعام ولوازم الطبخ وحمله على رأسه وذهب معها. وصل رضي الله عنهما إلى الخيمة، فدخلت أم كلثوم لتتولى عملية الولادة، وجلس سيدنا عمر مع الرجل خارج الخيمة ليعد لهم الطعام. ثم مر وقت فخرجت أم كلثوم رضي الله عنها من الخيمة تنادي: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل إن الله قد أكرمه بولد وإن زوجته بخير. فعندما سمع الرجل منها كلمة يا أمير المؤمنين تراجع إلى الخلف مندهشا، فلم يكن يعلم إن هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فضحك سيدنا عمر وقال له: أقرب أقرب، نعم أنا عمر بن الخطاب، والتي ولدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخر الرجل باكيا وهو يقول: آل بيت النبوة يولدون زوجتي، وأمير المؤمنين يطبخ لي ولزوجتي. فقال عمر: خذ هذا وسآتيك بالنفقة ما بقيت عندنا. أيها الأحبة، إن هذا مثل صارخ لما كانت عليه الأمة من خلال صناعة الأمل ومفاتيح الخير المتجددة فيها. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.